مستمرة لا تنقطع. هذه هموم قطاع النقل، منها القديم ومنها ما ولدته الجائحة. واجهنا مشكلة بعد جائحة كورونا وبعد الحظر الشامل، طلبنا مطلب نظام المواعيد، شغلنا يكون نظام مواعيد انطلاق ووصول، نظام مواعيد. طلبنا هالمطلب بالضبط من تاريخ 8/6، للحظة هذه عدم استجابة. غياب الرقابة تحد أمام الجميع وفرصة للالتفاف على القانون والأنظمة، مكسب للبعض وخسارة للغالبية. هنالك تعدي على خطوط الرسمية وعدم التزام جميع الباصات في المجمعات نهائيا. المشاكل والتحديات تزدحم أمام من يكسب رزقه بدوران العجل، وغياب المسؤول سبب أول يلي كل المطالب. يا أخوي إحنا اتغلبنا في النقل كاملة، من معان للعقبة لمديرية الهيئة لوزارة النقل. يعني إحنا بنروح من المحافظات الجنوب بنجيب معاملاتنا، نروح نوقعها ما بنلاقي مسؤول يوقع لنا معاملة. بقول لك مسؤول واحد في مديرية الهيئة، طب أنا لما أروح ما ألاقي مدير الهيئة وأجي من آخر الدنيا من معان أو من العقبة، طب أنا شو استفدت من مشواري؟ يعني إحنا متغلبين، إحنا يسوون إقليم للجنوب، ليش أراجع عمان؟ لقيت المدير ما لقيته، شو بدي فيه؟ العشرات من الوسائط والخطوط تجتمع في الشكوى غالبا وتنفرد بخصوصية في أحيان أخرى. خلاصة القول هنا مطالب وشكاوى بعمر السنين ومركزية قرار تزيد من بطء الاستجابة والحلول فقمتها الجائحة، ليرى السائق والمشغل أن البعد زاد بعدا والتأخير مسلسل سوف يطول. محمد ويرج، المملكة، معان.